أهلا بكم إلى نقطة حوار جديدة، معي أنا محمد سيف النصر. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يصل القاهرة على عجل، ليس وحده فقط بل وصلها أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وسبقت المسؤولين اتصالات دولية مكثفة مع كافة الأطراف خاصة مصر في محاولة للتوصل لوقف الإطلاق النار بين الجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي. لكن وتيرة الاتصالات بنظر كثيرين لم تكن بهذه الكثافة منذ بداية الأزمة، وصدق النية لإنهاء القتال لم يكن بهذا الزخم رغم سقوط أعداد كبيرة من الفلسطينيين حتى بدء الاجتياح البري الإسرائيلي للقطاع واندلاع قتال مباشر بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي أدى لسقوط 25 من جنوده حتى الآن واختفاء جندي واحد، ما أدى بدوره لضربات أعنف من جانب الإسرائيليين وصفت بالعمل الوحشي على لسان الأمين العام للأمم المتحدة في تطرقه لما حدث في حي الشجاعية. كيف تنظرون أنتم إلى الموقف الدولي مما يحدث في غزة منذ البداية؟ وهل التحرك جاء متأخراً؟ هل تتفقون مع من يقول إن التحركات بدأت بشكل حقيقي بعد مقتل جنود إسرائيليين وأسر أحدهم؟ هل يمكن برأيكم أن تسهم التحركات الدولية في وقف العملية الإسرائيلية في غزة؟ وما تقييمكم لدور الأمم المتحدة في القتال الدائر الآن في القطاع؟ وسائل الاتصال كالمعتاد متاحة عبر الرسائل النصية SMS، الهواتف النقالة وكاميراتها وكاميرات الانترنت، وعبر الاتصال الهاتفي المباشر على رقم 00 44 20 77 65 0 2 11، ورقم 00 44 793 40 47 لإرسال رسالة نصية باللغة العربية. المشاركات متاحة أيضا عبر صفحاتنا الإلكترونية التي تظهر شاشتنا هذه، حجم توافد هذه المشاركات على فيسبوك وتويتر وجوجل بلس، كل هذه الصفحات الإلكترونية مفتوحة ومتاحة لكم للمشاركة يتابعها لحظة بلحظة. وقبل فترة من بداية البرنامج زميلي أحمد عبد الرازق الذي أتوجه إليه، وقبل أن أسأله عن بداية الحوار أتوجه إليك بالتحية بداية. أحمد تفضل. أهلا بك يا محمد والحمد لله على السلامة. يكاد اتجاه واحد يسيطر على حوار اليوم، فمعظم المشاركين في الحوار اليوم محمد يتفقون على أن المجتمع الدولي تقاعس بالفعل في السعي لإيجاد نهاية للحرب الدائرة في غزة. بعض هؤلاء يصل إلى حد اتهام المجتمع الدولي بالتواطؤ من أجل استمرار مأساة غزة كما يقولون. هناك جانب بسيط من المشاركين يخرج عن ذلك ولكنه يتفق معه في الخط الرئيسي، إنما له تفسيرات أخرى فيما حدث وما أدى إليه، سنعرض لكل هذه التفسيرات خلال البرنامج بالطبع. صحيح واضح، وبداية شديدة اللهجة أحمد، طبعا سنتعرف منك على مزيد من التفاصيل في حوارنا على صفحاتنا الإلكترونية، لكن نبدأ مع مجموعة من الآراء جمعناها لكم من المغرب تحديدا. سألنا عن مدى إمكانية قدرة الأمم المتحدة على إنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، طبعا على ضوء يعني محاولة الأمم المتحدة الآن القيام بدور ملموس. سنستمع ونشاهد الإجابات ثم نبدأ الحوار تفصيليا. المدة الزمنية التي اندلعت الحرب في فلسطين منذ أكثر من 50 سنة، وهذا دليل على أن الأمم المتحدة لن تستطيع أن توقف الحرب مهما عملت في من مؤتمرات. الأمم المتحدة ليست قادرة على إيقاف هذا الاعتداء، والدليل على أن الاعتداء لا زال مستمرا، فهي ضعيفة وضعيفة جدا أمام الافتراءات واعتداءات اليهودية الإسرائيلية على غزة. الأمم المتحدة كالعادة ما تكونش قادرة على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كالعادة، لأنه فات مثلا في سنة 2008-2009 كان عدوان واسع على القطاع، والأمم المتحدة ظهرت عز عن إيقاف آلة القتل الإسرائيلية. لا أعتقد أن هيئة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن قادران على وقوف الحرب في غزة، لأن لو كانوا قادرين على هذا لفعلوها منذ عشرات السنين. لا أظن بأن الأمم المتحدة يعني رغم القوة الاقتراحية الكبيرة التي تمتلكها أنها يمكن أن توقف هذا العدوان على أو الحرب على
قطاع غزة. يعني أن إسرائيل يعني بينت في أكثر من مناسبة يعني عدم اهتمامها بأي مقترح أي مجهودات دولية لوقف هذا العدوان. لاحظنا مؤخرا أن المجتمع الدولي وحتى بعض الدول العربية تريد أو تدعو الأمم المتحدة إلى دعوة إسرائيل إيقاف العدوان على فلسطين. نحن نأمل أن نكون يد واحدة كعرب وكمجتمع دولي لإيقاف هذا العدوان. إذا كانت الأمم المتحدة يعني تلقي بثقة لها وعبر إرسال أمينها العام للمنطقة لمحاولة احتواء هذه الأزمة، لكن كما استمعنا إلى هذه العينة التي لا تمثل استطلاعا للرأي من المغرب أو في المغرب، متشائمون بشأن قدرة الأمم المتحدة على فعلا احتواء هذه الأزمة. عموما تعالوا نأخذ هذه النقطة ونقاط أخرى إلى المشاركين معنا عبر الهاتف في البداية. أرحب بإلياس تيسير وهو يحادثنا ويهاتفنا من قطاع غزة. مرحبا بك معنا يا إلياس. أنتم تتابعون من غزة الجهود الدولية التي تجري من موقع المكتوي بالنار إذا جاز لنا التعبير، كيف تقيمون هذه الجهود ولماذا تتحرك برأيكم الأمم المتحدة الآن بكل هذا الزخم سعيا لاحتواء الأزمة؟ السلام عليكم أخي محمد. عليكم السلام. أولا في بداية الحديث يعني أريد أن أوضح شغلة، نحن لا نبحث عن موقف دولي الآن، نحن نبحث عن تدخل عاجل على الأرض، لأن ما يحدث على الأرض من مذابح يعني لا يمكن أن يتخيل العقل. نحن أمام صبرة وشتيلة، بل أكبر من صبرة وشتيلة. نحن أمام أطفال يحتاجون إلى دعم نفسي. أنا أتحدى إذا كان هناك طفل يعيش في غزة اليوم لا يعاني من أمراض نفسية مثلا. أنا من منتصف حي الشجاعية، وخرجت أنا وعائلتي المكونة من 40 شخص حفاة لا نجد حتى للطعام الآن لنأكل منه. مساعدات الأونروا، الأمم المتحدة، لا ليس هناك من يبحث عن الأطفال أو عن الناس في قطاع غزة، بل الناس الآن في الشوارع، في المستشفيات، في المدارس، بدون طعام، بدون مأوى، بدون أكل، بدون مال، بدون أي شيء. يعني بعد فترة سوف تجد كوارث بيئية وكوارث طبيه منتشر بين. طيب يا إلياس، أنت تتحدث عن ضرورة تدخل مباشر على الأرض، هل تعولون في قطاع غزة على الأمم المتحدة للقيام بهذا الدور؟ هل تؤمنون أو تأملون في أن تقوم المنظمة الدولية بهكذا دور؟ بصراحة نحن لا نعول على أحد، لكن نرجو أن يكون هناك تدخل دولي للحفاظ على حياة الناس. بالنسبة لنا نحن يعني في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل عام، نحن فئة غير عربية، نحن فئة فلسطينية فقط. نحن نحترم مشاعر الشعوب العربية ولكن لا نحترم القيادات بصراحة. بعد هذا التواطؤ الصريح مع الإسرائيليين ومع أمريكا بأخذ الضوء الأخضر بضرب غزة وارتكاب المجازر، أنا أقول لك 70% أو 80% من الشهداء والجرحى هم الناس مدنيين. يعني المقاومة لم تتكبد أي خسائر، ونطالب أيضا الفصائل الفلسطينية بالنظر إلى حال الشعب، إلى حال الأطفال، إلى حال وأخذ بكفل الاعتبار في أي مفاوضات. أو يعني ألحظ من حديثك يا إلياس أنك يعني تود أن تقول قبل أن نتوجه إلى العالم الخارجي باللوم، نلوم أنفسنا ونلوم يعني الجوار المحيط في حديثك عن انتقادك للقادة العرب، وأيضا ملاحظاتك حتى لقادة الفصائل الفلسطينية، هل هذا صحيح؟ صحيح يا أخي. وبالنسبة يعني كمان في الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على حياة الصحابة في المعركة كحياته. يعني نحن نريد أن نضحي بجزء من الشعب على حساب الآخر برضه. طيب. فنحن نبدأ بمحاسبة أنفسنا ومن ثم ننتقل لمحاسبة الأطراف الأخرى. طيب، أتحدث إلى محمد السقة وهو أيضا يحدثنا من قطاع غزة، ولابد أنه شاهد عيان على الواقع الذي يشهده القطاع الآن. يا محمد، ربما كان استمعت إلى ما قاله تيسير، هو أيضا من القطاع، يعني هو تحدث عن ضرورة تدخل دولي عاجل لاحتواء الأوضاع في القطاع، لكن حين سألته عن يعني التعويل على الأمم المتحدة لتقوم بهذا الدور قال إنه لا يعتقد. كيف نفهم هذا؟ يعني هل نفصل الأمم المتحدة عن التدخل الدولي أو عن القوة الدولية؟ كيف تنظر أنت إلى دور الأمم المتحدة في هذه الأزمة؟
صحيح. اولا مساء الخير استاذ محمد. اتفق مع الاخ الياس في بعض النقاط، يعني لا يمكن الاستغناء عن دور الامم المتحده وللاسف دور مصر في القضيه الفلسطينيه. مصر يعني الاساس، بتلعب دور الاساس في حل اي قضيه للفلسطينيين. الامم المتحده نعول عليها ليش؟ لقوه كلمتها وقوه مبعوثينها في المنطقه، سواء في مصر، في الاردن، في الاماكن هذه كلها. قبل ان نبحث عن الامم المتحده، اين وزراء الخارجيه العرب؟ كل الدول العربيه، اين السعوديه بكل الحجم، حجم الدوله بحجم السعوديه؟ ما سمعنا اي حاجه منها. الاردن، مصر، السيسي ما شفناه نهائيا، لدرجه انه احنا بدنا نعتقد انه السيسي شريك في هذه الحرب، بل هو شريك. بس مصر اطلقت مبادره، بس اقرارا لواقع، يعني مصر اطلقت مبادره منذ البدايه. مبادره مصر لا تكفل لنا اي حقوق. احنا من 8 سنوات واحنا بنناشد الامم المتحده، بنناشد مصر تفتح المعبر. مفيش، مصر ما بتفتحش المعبر. بنناشدهم من 8 سنوات، يعني طيب. ما ضلش في ايدينا غير انه احنا نتخذ الخطوة بنفسنا. يعني طب محمد، الم تلاحظ ان يعني المجتمع الدولي في البدايه كانت لهجته مختلفة، كان هناك تكرار للحديث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، يعني كانت العبارات على استحياء، ولم تكن هناك أو لم يكن هناك في الأفق سوى المبادرة المصرية. ثم الآن نلاحظ حركة محمومة في الشرق الأوسط، اتصالات حثيثة، زيارات لمصر، اللهجة تغيرت، ضرورة عبارات، نسمع عبارات ضرورة التواصل لوقف إطلاق النار، ضرورة احتواء الأزمة الإنسانية، ضرورة عدم السماح بسقوط مزيد من الضحايا. ما سر ما يبدو كتحول في المجتمع الدولي برأيك؟ نقطة التحول هي نقطة التحول في الميدان، ميدان المعركة. في بداية الحرب كانت الدباجة الإعلامية اللي بنسمعها دائما انه ضرورة وقف اطلاق النار، ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين. لما الأمر تطور لتفجير دبابات وتفجير جبهات عسكرية، قذائف موجهة بشكل دقيق جدا، العدو او اليهود الإسرائيليين ما توقعوش كل هذا العنصر من المقاومة. سقوط 25 قتيل، هذا ما اعلن عنه الجيش الاسرائيلي، ولكن احنا كفلسطينيين نعرف انه اكثر بكثير. اسر جندي شاول ارون، والحمد لله في كثير وقائع على ارض الميدان اجبرت الامم المتحده والولايات المتحده ايضا على التحرك فورا لانقاذ اسرائيل، مش لانقاذنا احنا. طيب شكرا يا محمد. مؤمن شحادة أيضا من قطاع غزة. مؤمن، هل تتفق مع ما طرحه محمد وأيضا يطرحه كثيرون حول أن التحولات في أرض أو في ميدان المعركة هي التي حركت المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة لمحاولة التوصل لوقف إطلاق النار؟ هناك من يرى أنه في الوقت أو حين بدأت إسرائيل تفقد جنود من جنودها، بدأ المجتمع الدولي يحاول التحرك بشكل حثيث لوقف إطلاق النار. ما رأيك في هذه النقطة؟ أستاذ، تقريبا بتفق معه في بعض النقاط، بختلف معه في بعض النقاط. اللي بختلف معه انه اول شيء باتجاه المجتمع الدولي، الامم المتحده عندها تخلف في التزاماتها اللي فرضتها هي على نفسها في الحروب العالميه الاولى والثانيه وغير الصراعات على مستوى العالم كله. يعني مثلا الماده الثالثه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ان كل فرد من حق الحفاظ على نفسه وكرامته الادميه. وقبل اتفاقيه لاهاي، من المبدا الثاني من اتفاقيه لاهاي، انه تفرق ما بين المدنيين والمقاتلين على ارض المعركه. حتى المقاتلين اللي انسحبوا من ارض المعركه يجب احترامهم والحفاظ على امنهم وامانهم. احنا هنا في ارض المعركه في غزه، ما في منه هذا الكلام ابدا ابدا. بس يعني هل ترى ان تصريحات الامين العام للامم المتحده بان كي مون سواء في مصر او في اسرائيل او حتى في الضفه الغربيه اخلت بهذه المبادئ؟ هو تحدث، هو في الضفه، هو في اسرائيل عز الجنود او قام بتقديم واجب العزاء في الجنود الاسرائيليين الذين سقطوا، لكنه ايضا قال ان المنظمه الدوليه ضد سقوط ضحايا مدنيين ابرياء ودعا اسرائيل لضبط النفس. هل ترى ان هذه التصريحات تخرج عن مبادئ المنظمه الدوليه الحقيقيه؟ وجهة نظر تخرج تمام، لأن التأييد أو تقديم واجب العزاء لجانب دون جانب، تأييد أنه من حق إسرائيل من الدفاع عن نفسه والشعوب في قطاع غزة مش من حقهم يدافعوا عن نفسهم، هذا يعني جهة من الانحياز والعنصرية. كل هذا يتعارض مع المنظومة اللي قام للمجلس الامن والامم المتحده للحفاظ على حياه الناس والمجلس الامن العمان في شتى نادي. يعني هذا قمه الانحياز والعنصريه. تمام، طيب شكرا يا مؤمن على رأيك. نضم الحوار اليوم
وعبر الأقمار الاصطناعية من نيويورك راغدة درغام مديرة مكتب جريدة الحياة في مقر هيئة الأمم المتحدة التي انضمت إلينا. مرحبا بك معنا سيدة راغدة. لا أعلم إن كنت قد استمعت إلى كل المشاركين، لكن انتقادات قوية للأمم المتحدة أنا أنقل إليك، تشكيك في قدرتها على وقف النزاع، تشكيك في نزاهتها، وإشارة إلى أنها تحركت فقط لخدمة أهداف إسرائيل. حين بدأت إسرائيل تفقد جنود لها في ميدان المعركة، بدأت الأمم المتحدة ربما بإعاز من قوى دولية في التحرك لاحتواء الموقف. أنت من موقع وجودك في الأمم المتحدة إلى أي مدى تتفقين مع هذا الطرح؟ لا أتفق، لأن الأمم المتحدة باتت تعبيرا عائما في الذهن العربي بدون تمييز ما بين مجلس الأمن الدولي وبين الأمانة العامة للأمم المتحدة والجمعيات العامة. إذن كلمة الأمم المتحدة يساء استخدامها جدا في المنطقة العربية. إذن لنميز بين ما يقوم به مجلس الأمن أو ما لا يقوم به مجلس الأمن في هذه المرحلة، بل أنه يستمع الآن لإحاطة من كان يستمع قبل قليل لإحاطة من بان كي مون من رام الله، وأيضا يسمع للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. واليوم سيبحث مجلس الأمن في مشروع قرار عربي مقدم نيابة عن الدول العربية من قبل الأردن، وذلك للبحث ما بين أعضاء مجلس الأمن وليس للتصويت عليه. المشكلة في مجلس الأمن هي دوما الفيتو المتربصة لأي شيء عربي فلسطيني في معظم الأحيان، وهي الفيتو الأمريكية. أما الأمين العام للأمم المتحدة الذي توجه إلى المنطقة محاولا أن يجد مساحة مشتركة ما بين الأطراف من أجل التوصل إلى وقف النار، فإن جهوده مستمرة. ليست يعني ليس هو في موقع أن ينتج فورا وقف نار تلقائي أو أوتوماتيكي، ولكنه يسعى. طيب تمام. طيب سيدة درغام خليكي معنا، إذا كنت لم تستمعي إلى كل المشاركين في البداية سأجعلك لم الآن. لم أستمع إلى أي أحد. أنا 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 نقلت لك باختصار. صحيح نقلت لك باختصار ما قالوا، لكن سأدعك أيضا تستمعين لمزيد من المشاركات وصلتنا عبر كاميراتنا. نزلت الاستطلاع الآراء من الأردن تحديدا في عينة عشوائية جمعناها، وكان السؤال حول كيفية تعامل الأمم المتحدة مع ما يحدث في غزة. لنستمع ونشاهد جميعا كيف جاءت الآراء في الأردن. تنكر يعني ما في، يعني ما في سنين كل سنه عم بتصير برمضان بغزه هاي، ولو كان بده يصير كان اسرائيل ما رجعت عادت نفس الشغله هاي مره ثانيه. في تخاذل اولا من المجتمع الدولي، وتخاذل من المجتمع العربي ومن الجامعه العربيه بالاحرى، وهذا الشيء مو جديد علينا، احنا كشعوب مظلومين. تطلع مجلس الامن، تطلع فلان وقلتان، احنا بنطلع، الكل بتطلع عليهم، إلا مجلس الأمن بده يعقد مؤتمر على الفاضي، إلا فلان بده يقدم على الفاضي، وإحنا مش طالع بإيدينا أي شيء. يا ريت خلتي يفتحوا الطريق ونفوت إحنا. بالنسبة لي أنا مواطن غزي وبقيم بالأردن هون، بالنسبة لي أكبر خيبة وانتكاس بحق المجتمع الدولي الكمية الأطفال والقتلى الشهداء اللي سقطوا في غزة اللي ما لقيوا اهتمام أو تسليط أو دعم لإلهم بوقت الهلال الأحمر والمؤسسات كالصليب الأحمر بغزة عزت تسد عن حجم المأساة اللي هم فيها. في هاي الأزمة بين العالم إنه أعمى، يعني تعامل معها لا إنسانية. هاي العالم اللي بطالب، خاصة الغرب اللي تكلم عن حقوق الإنسان، وين حقوق الإنسان في قطاع غزة؟ هذا القطاع المحاصر له سنين طويلة، هل يعقل إنه فوق الحصار كمان ذبح ومجازر؟ كما استمعت سيدة راغدة، يعني هناك انتقاد حتى للمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والتي يمكنها أن تعمل بمعزل عن مجلس الأمن. وإذا كنت أشرت إلى دور القوى الكبرى في مجلس الأمن والتي تعرقل القرارات، طيب هل يعني هذا أن المنظمات خارج مجلس الأمن والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها والأمين العام بمعزل عن النفوذ الغربي والأمريكي تحديدا؟ يعني كثيرون رأوا أن بان كي مون تحرك بهذا الزخم حين أعطت له الولايات المتحدة الضوء الأخضر، وحتى شارك كيري زيارته للقاهرة.
يعني بالتأكيد بان كي مون يستمع للولايات المتحدة إنها دولة كبرى ولها دور كبير، وجون كيري وزير الخارجية الأمريكي قام بعدة رحلات مكوكية محاولا التوصل إلى سلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في مفاوضات مباشرة بين السلطة الفلسطينية التي تمثل الشعب الفلسطيني وإسرائيل. إنما أن يقال أن المنظمات الدولية لا تقوم بواجباتها فهذا ظلم، فحقا أن أونروا وكالة مهمة ومفيدة للفلسطينيين، وهي قد قامت بكثير من الواجبات ودعمت الفلسطينيين في محنتهم. إذا ليس عدلا أن ترمى هذه التهم في كومة تلو الأخرى. أن لنكن دقيقين، لنكن واقعيين في هذه المسألة. هناك الآن بالتأكيد سمعت احدى المعلقين يقول ان الجامعه العربيه لا تفعل شيء. نعم طيب، كانت هناك مبادره لوقف النار قامت بها مصر، دعمتها جامعه الدول العربيه. الامين العام للامم المتحده التقى مع الامين العام لجامعه الدول العربيه، وهما يسعيان لان يتوصلا لاقناع حماس والجهاد الاسلامي بالقبول بوقف النار، كي تبقى ايضا وللضغط على اسرائيل عبر الامم المتحده وايضا الولايات المتحده لتتوقف عن تلك العمليه الهمجيه التي تدمر المدنيين في غزه. إذن هناك في الواقع حاجة للتوقف عن مجرد توجيه التهم. صحيح. نتوقف وننظر من يفعل ماذا، من يرفض وقف النار، من يقوم بإطلاق الصواريخ. ندين إسرائيل، ندين إسرائيل. وأنا أريد أن أقول هذا الشيء، إسرائيل ما تقوم به هو اعتداء غاشم حقا، وهي تدمر المدنيين وتستحق الإدانة الدولية بدون أي شك. خلينا نأخذ هذه النقاط للحوار مع مزيد من المتصلين، وأتحدث إلى ناصر المير من السعودية. ناصر، يعني هل يجب أن نلوم فقط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أو القوى الغربية بسبب موقفها مما يحدث في غزة، أم أن هناك أطراف أخرى يمكن أن تلام أيضا في هذه الأزمة، خاصة أن لها تأثير على ما يحدث في المنطقة والقطاع؟ تحية لك السائل العزيز والسادة المستمعين. حقيقة كل الأطراف يقع عليها اللوم. القضية الفلسطينية قضية أصبح لها زمن طويل في الأمم المتحدة، قضية هي معروفة ولها قرارات، وكل القرارات كانت مهمشة. الجامعة العربية كانت أسد في القضية السورية، في ليبيا، في كل مكان، ولكنها كانت كالنعامة في القضية الفلسطينية. الأمة العربية كلها كانت في موقع مخزي حقيقة ومشين، يعني وين الشيوخ الإفتاء، وين المنظمات التي تحركت، وين القرضاوي، وين كل مؤسساتنا العربية، قبل أن نلوم الآخر وقبل أن نتوجه للأمم المتحدة. ونحن نعلم أن الأمم المتحدة هي انعكاس لقوى العالم. علينا أن نتوجه إلى ذاتنا، هل نحن نمتلك إرادة حقيقية لتبني موقف خلل القضية، يعني تبني موقف حقيقي تجاه القضية الفلسطينية، أم أننا نحن أساس المشكلة والعلة؟ نحن بداية المشكلة الآن أقل في هذا، لن نتكلم عن 2012 والاتفاق الهدنة الذي لم تلتزم به إسرائيل، وتعهدت مصر بأنه ستفتح المعابر ولم تفتح المعابر، وبقي الشعب الفلسطيني مطلوب منه أن يموت وهو راكع، لكنه الآن أعتقد تحرك ليقبل أو ليراهن أنه أنا أقبل أن أموت وأنا واقف على أن أموت في السجن. في منطقة مكتظة أرى أطفالي يموتون بالأمراض وتحت رحمة الأنروا وغيرها من المنظمات الدولية. التي حقيقة القضية تمثل عار على الأمة العربية كاملة وعلى الأمة الإنسانية. أنا أعتقد ما يحدث في غزة الآن أنه الدم سوف ينتصر على السيف. هناك شعب مصمم على أن يكسب حريته، أعتقد سينتصر الدم. واضح يا نصر، واضح. شكرا لك على المشاركة. أعود للسيدة راغدة، يعني هناك من رأى أن يمكن إلقاء اللوم على أطراف أخرى بالأساس الأطراف العربية، كثيرون بالمناسبة شاركوا ناصر هذا الرأي، لكن تبقى المنظمة الدولية سيدة راغدة هي المنظمة الدولية الأكبر، هي مظلة العالم. إذا كنا نقر بأن مجلس الأمن هو له اليد العليا في الأزمات الدولية وأنه خاضع لسيطرة قوى نعلمها جميعا، طيب هنا يفتح السؤال حول قدرة الأمم المتحدة على المشاركة ولو بجهد يسير في إنهاء هذه الأزمة، وحول الجهود التي يقوم بها بان كي مون الآن في المنطقة، هل هي فقط لحفظ ماء الوجه إذن؟
لا ليست لحفظ مأي وجه من، ليس بحاجة بان كي مون أن يحفظ ماء وجهه، إنه يحاول أن يدعم الجهود التي تتنافس عليها قطر، وتنافس قطر تنافس بالتأكيد مصر في موضوع ما هي المبادرة وما هي شروط وقف النار. لا أدري إن كانت مختلفة من العمق بكثير بتفاصيل المبادرة، ولكن نعرف كليا ما هي العلاقة ما بين قطر ومصر، ونعرف ما هي المشكلة التي تترتب على ذلك التوتر بين البلدين. نعرف أن هناك عنصر الإخوان المسلمين الذي دخل إلى عمق غزة من خلال حماس، وكيف كانت العلاقة مع الرئيس السابق محمد مرسي، والآن هناك خلاف طبعا مع الرئيس السيسي. وبالتالي دعونا يعني ننظر قليلا بواقعية لنطرح السؤال كي لا نضلل هذا الشعب الفلسطيني الذي يدفع يوميا دمه بأطفاله. دعونا لا نقول إن تعالوا بالدم بالدم. أين هي الدول العربية لتدعمهم بالحرب؟ ليست هناك دولة عربية واحدة مستعدة لدعمهم بالحرب. أين هي إيران التي تزعم المقاومة، أو حزب الله الذي يقول أيضا أنه يريد أن يساعدهم؟ أين هم؟ لا أحد يقوم بما يتعهد به نحو أهل غزة، أهل فلسطين. وبالتالي دعونا لا نضلل هذا الشعب الذي يدفع بدمه. إذا لنسأل سؤال واضح جدا، وهو ماذا تريد إسرائيل وماذا تريد حماس؟ يبدو أن كلاهما الآن، لا حماس ولا إسرائيل، تريد حل الدولتين. إذا لننظر ما هي الخيارات المتاحة أمامنا. هذا موضوع فائق الأهمية. صحيح. عملية السلام التي يحاول بان كي مون وغيره أن ينقذها، لقد دخلت الآن هذه العملية دخلت مرحلة الدمار والانتهاء. إذا لنقرر ماذا أمامنا من خيارات، ثم نعود إلى الأمم المتحدة ونلومها ونرفع الإصبع تهمة لهم فقط دون أن نعاين أنفسنا في هذا الأمر. شكرا جزيلا لك سيدة راغدة درغام، مديرة مكتب جريدة الحياة في مقر هيئة الأمم المتحدة. المشاركات عبر صفحاتنا الإلكترونية ما زالت تتوافد، يعني كثرتها تدفعني لأن أعود الآن إلى زميلي أحمد عبد الرازق الذي يتابع هذا الحوار الإلكتروني. أرحب بك معنا مرة أخرى يا أحمد. كنت قد أشرت في البداية إلى شبه إجماع بدأ واضحا من يعني النقاط المختصرة التي عرضتها في حوار اليوم. كيف بدأ هذا الإجماع إذن يا أحمد؟ بالفعل محمد، يبدو أن هناك شبه إجماع بين المتحاورين اليوم، ونقطة الإجماع لديهم هي أن المجتمع الدولي تقاعس بالفعل عن نجدة غزة في ظل هذه الحرب الدائرة هناك. يقولون المشاركون، يقولون اليوم أنه ورغم تواصل سقوط الضحايا من الأبرياء في غزة، فإن المجتمع الدولي بدأ وكأنه لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم كما يقولون. البعض منهم يصل في حدة تعبيره عن رأيه إلى القول بأن المجتمع الدولي متواطئ مع إسرائيل من أجل استمرار مأساة أهل غزة كما يقولون. لكن على الجانب الآخر هناك تيار ربما يختلف قليلا، هو يتفق مع الخط الرئيسي لهؤلاء على أن المجتمع الدولي تقاعس بالفعل، لكنه يرد هذا التقاعس إلى التقاعس العربي، يرى أن التقاعس العربي هو الذي ضرب مثالا كما يقولون للتقاعس الدولي، وأنه طالما أن العالم العربي متقاعس عن نجدة أهل غزة فمن الطبيعي أنه لن ينبري الغريب أو كما يقولون أو قوة من الخارج لأن تقدم الدعم أو تسعى لنجدة أهل غزة. كان هذا التيار واضحا حتى في المتصلين هاتفيا كما استمعت يا أحمد. طيب يعني إحنا طبعا دايما بنحرص على تنوع الآراء، لكن طالما أن هذا خارج عن أيدينا والاتجاه في الحوار يسير يعني في اتجاه واحد، دعنا نستمع منك أحمد لبعض من مثلوا هذا التيار الغالب في الحوار. هو فعلا هذا التيار الغالب كما قلنا هو التيار الذي يرى أن المجتمع الدولي تقاعس بالفعل في نجدة غزة. كثيرون هؤلاء، خذ منهم مثلا هنا ما تقوله فضفضة مشروعة، وهي تقول المجتمع الدولي لطالما تأخر وتقاعس وتواطأ وصمت وغض البصر وفعل كل ما يمكن إسرائيل من الاستفراد بالشعب الفلسطيني. تقول محمد كيوان، يقول أيضا المجتمع الدولي لم يتأخر، هو لم يتحرك بالأساس. يقول مسعود محمد يتساءل هنا متندرا، يقول وما معنى المجتمع الدولي؟ يتساءل. مازن عبدين يكتب بطريقة مختلفة أيضا، يقول لا لم يتأخر بعد، فهناك متسع أكبر لدى إسرائيل لقتل الكثير من الشعب الفلسطيني حتى يتدخل المجتمع الدولي.
مرسيل فلسطين يقول تأخر وشرب على آهات شعبنا حتى شبع، يا لحقارة ضمائرهم. يقول أبو أسامة العزامي يقول هنا أيضا المجتمع الدولي هو الذي يتآمر على غزة، مشاركة مختصرة. السيد عبد الرحيم يغرد على تويتر قائلا المجتمع الدولي لم يتحرك أساسا إلا عندما وجد إسرائيل تتكبد الخسائر تلو الأخرى. هكذا يقول. يعني واضح برضو أحمد أن هناك تيار كبير وقوي يعتقد في فكرة أن المجتمع الدولي لم يفعل ما فيه الكفاية أو لم يفعل شيء بالمرة، لكن هناك من يشيرون للتقاعس العربي في الأساس كما أشرت، هل لنا أيضا من نماذج على هذا الرأي؟ بالفعل محمد، هذا التيار الذي أشرنا إليه هو لا يختلف كثيرا مع التيار الأول، لكنه يرد ما يجري إلى التقاعس العربي من وجهة نظري. هذه المجموعة توافق التيار الأول كما قل. خذ منهم مثلا هنا منار شبايك تقول ليس المجتمع الغربي فحسب، ولكن حتى المجتمع العربي والإسلامي بكامله لم يحرك ساكنا ولم يسمع منه سوى الشجب والإدانة. تقول هند عبد الله تتفق أيضا مع ما تقوله منار شبايك، وهي تقول لماذا يتحرك المجتمع الدولي وهو يجدنا وبأسنا بيننا شديد، نوالي إسرائيل ونترك فلسطين ونتخاذل مع من يضحون بأرواحهم. هل نطالب الغريبة؟ تتساءل بأن يكون أحن علينا من القريب. تتساءل. محمد رضا يقول هنا أيضا كيف نلوم المجتمع الدولي ونحن العرب نتصارع بدماء الفلسطينيين. هكذا يقول. عايد المناعي يغرد على تويتر قائلا هناك من يتساءل أين حكومات وجيوش هذا العالم العربي من هذا الافتراس لمواطني غزة وتدمير الممنهج للبنية التحتية. يقول إنه العجز. لينا وهيب تغرد على تويتر قائلة الإكوادور تستدعي سفيرها لدى إسرائيل بسبب العدوان على غزة والعرب لسه ما دخلهم. تقول بالعامية. عبد الله العياشي. عبد الله العياشي يقول العرب مصر والسعودية العراق وسوريا غاب دورهم، وبالتالي تأخر العالم ممثلا بالأمم المتحدة بانتظار ما سيحدث. يقول نعم. طيب أحمد، ماذا عن من كانت لهم أراء مختلفة وأراء أخرى أو تطرقوا إلى جوانب أخرى في هذه القضية؟ نعم، هؤلاء موجودون دوما محمد في حواراتنا كثيرون. نعم. لكن سأورد مثالين منهما. مثلا سالم عبد القادر يختار جانبا آخر فيقول تحركات مصر إيجابية وسندها المجتمع الدولي ما عدا قادة حماس الذين لا يهمهم، يقول استمرار نزيف الضحايا انتظارا لمبادرة تحافظ على سلطتهم الوهمية. هكذا يقول. شعبان صالح يقول كشك الأمم المتحدة، يصف الأمم المتحدة بالكشك كما يقول، هو في منتهى العجز لأن من هم به موظفون لدى الإدارة الأمريكية. هكذا يقول. وبالطبع محمد هذا ليس كل الحوار، هذا جانب من حوار قوي ومتفاعل وما زال مفتوحا على صفحتنا ونحن سنتابعه لحظة. صحيح طبعا. سنعود لك أحمد قبل نهاية البرنامج لنجمل هذا الحوار الساخن على صفحاتنا الإلكترونية. شكرا لك في هذه المرحلة. الآن مع مجموعة أخرى من الآراء جمعناها هذه المرة من العاصمة اللبنانية بيروت، حيث سألنا هناك هل تثقون في دور ما للأمم المتحدة لإنهاء الحرب في غزة. لنستمع ونشاهد كيف جاءت الإجابات. أمم متحدة ما في، كيف بدنا نوثق فيها إذا هي مش موجودة؟ يعني اللي هو موجود هي الولايات المتحدة الأمريكية الإرهابية الصهيونية. أكيد لا، ما وثق بدورة لأنه ما تعودنا نوثق بدورة في أي القرارات اللي عطينا من نشوء إسرائيل لحد هلا، حتى بالقضايا الكبرى واللي بتتعلق فينا نحن بالذات ما بتعيد إلى قيمة صراحة. لا، في عنا مشكلة طويلة عريضة بالتاريخ تبع الأمم المتحدة مع العرب وخصوصي لبنان وفلسطين، وكل شيء خاصه بإسرائيل دائما في حواليه نقطة استفهام. ولا بشكل ولا ما في أمم متحدة. أمم متحدة من وقت اللي طلعت لحد هلا ما صهيونية وما هي متآمرة على الشعب الفلسطيني ومتآمرة على الأمة العربية والإسلامية اللي يدها. طبعا لا، الأمم المتحدة هي أصلاً أداة مصطنعة يعني أمريكية أو أجنبية بالأحرى ومحطوطة لحتى تخدم مصالحهم الشخصية. حتى الآن بغزة أو في غير أماكن حول يعني حتى مراقبتها للنزاع لا تقتصر سوى على عد القذائف الهابطة على رؤوس الناس وعد الضحايا، مش أكثر من هيك.
الأمم المتحدة ما في يعني المشاركة للمشاهد الأول أو يعني المشارك الأول ربما تلخص كل ما جاء بعدها. عموما نضم الحوار اليوم الآن عبر الأقمار الصناعية من بيروت الدكتور وفيق إبراهيم أستاذ شؤون الشرق الأوسط بالجامعة اللبنانية. مرحبا بك معنا دكتور وفيق. هل فعلا هل فيما يتعلق بغزة، كي لا نوسع بس القضايا لأن مشاكل وقضايا العالم كثير، لكن فيما يتعلق بغزة هذه المرة يمكن أن نقول هكذا الأمم المتحدة ما في ونلقي بكل اللوم على المنظمة الدولية في تحركها سواء متأخر أو سلبي أو غير كافي؟ أنا أود بداية أن أشير إلى أن هناك تعبير نستعملها هو الأمم المتحدة، المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، إنما هي أسماء لمسمى واحد هي السياسة الخارجية الأمريكية. علينا أن نعترف صراحة، أولا من الطبيعي أن نقول أن قطاعا مساحته أقل من 400 كيلومتر مربع يتعرض لألاف أطنان الزخائر والصواريخ والقصف والعالم لا يتحرك. هذه مأساة إنسانية كبرى. إنما يكفي أن أشير لك أن وزير خارجية أمريكا كيري قال أن يحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها. أن تدافع عن نفسها أين؟ الضفة الغربية هي أرض فلسطينية يا سيدي، غزة هي أرض فلسطينية، لذلك كل ما تقوم به إسرائيل هو اعتداء من دولة على مشروع دولة أو على سلطة، في حين أن الأمم المتحدة الملزمة برعاية العلاقات الدولية تصمت ولا يصدر عنها حتى تعبير بسيط إدانة لهذا الموقف الإسرائيلي. لكن دكتور وفيق لك أنت متى طبقت؟ نعم بس نعم. أسألك يعني أن اللهجة تغيرت، صحيح كانت هذه هي اللهجة في البداية حديث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وحديث عن ضرورة تحطيم البنية التحتية لحماس وكل هذا الحديث، لكن هناك تغيير واضح حتى في اللهجة الأمريكية من ضرورة عدم السماح بسقوط مزيد من الأبرياء وما شابه. طيب ما سر هذا التغيير إذا كنا يعني نقول إن المجتمع الدولي موقفه غير نزيه ومحاب لإسرائيل ولم يتحرك ربما بالأساس، ما سر التحركات الآن؟ صمود غزة تأكد ليس هناك من سبب آخر. فوجئوا أن حماس والتنظيمات الأخرى مستعدة لهذا اليوم، بدليل صحيح أنها بنت مدينة تحت الأرض، وإنما هذه المدينة مبنية تحت أرض منطقة فلسطينية وليس إسرائيلية، أي لو لم تهاجمها إسرائيل لما فعلت شيئا. والحجة والذريعة بالقتال أن ثلاثة إسرائيليين قتلوا، حتى اليوم لم تعرف إسرائيل من قتلهم، وهم قتلوا على أرض فلسطينية تستوطنها إسرائيل بالقوة. علينا أن نعود إلى القانون الدولي. إذا كنت تتكلم عن الأمم المتحدة، هناك مئات القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة في حق إسرائيل وإسرائيل لا تنفذها. إسرائيل دولة غاشمة معتدية تقتل الأطفال والنساء وتعتدي على الفلسطينيين اعتداء تاريخيا كاملا. أنا أتكلم بلغة الأمم المتحدة، إنما أنا أعتقد أن كل فلسطين هي أرض عربية، إنما أنا مضطر لأتكلم بالقانون الدولي لأقول لك حتى في وفي كلمة إضافية فقط. كلمة المجتمع الدولي إنما تعني الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي، وهي بدأ باستعمالها بعد وقوف روسيا في وجه العالب الغربي. دكتور خلينا لا يستعملوا كلمة خلينا بس نشرك مزيد من المتصلين في الحوار. يا دكتور وفيق خليك معانا، وأتحدث إلى عاطف شقير من سلفيت، وأشكرك يا عاطف على صبرك، أنت منتظر معنا منذ فترة على الهاتف، لكن طبعا المشاركات عديدة. يعني أسألك عن دور الأمم المتحدة، وإذا كان هناك من يقولون أنها تتحرك الآن ومعها المجتمع الدولي والقوى الغربية لأن إسرائيل بدأت يعني تتعرض لخسائر، لكن هل يمكن إغفال أن كل يوم يمر على قطاع غزة الخسائر أيضا فادحة ولابد من محاولة احتواء الموقف ووقف كل هذا العنف؟ في الواقع أن الأمم المتحدة يسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي تدير سياساتها الخارجية. اليوم أو في الأمس ذهب بان كيمون إلى تل أبيب وعزى ضحايا الجيش الإسرائيلي، جيش العدوان الإسرائيلي الذي يشن غاراته على المدنيين، على المدنيين الأبرياء وعلى المنازل وعلى العزل وعلى المستشفيات وعلى المدارس، ولكنه لم يذهب إلى غزة هاشم،
لم يزور الضحايا من الأطفال والنساء، لم يذهب إلى وكالة الأونروا في غزة. لماذا هذه الازدواجية في المعايير؟ الأمم المتحدة يجب أن تكون منظمة دولية محايدة تتبنى الفصل في الصراعات الدولية بين إسرائيل وفلسطين، ولكن الأمم المتحدة الآن تنحاز إلى الجانب الإسرائيلي، وبان كيمون يذهب إلى الجانب الصهيوني ليعزي ضحايا الجيش الصهيوني، ولكنه في المقابل لم يذهب إلى غزة ليضحي الأبرياء الذين يموتون بلا ذنب إلا لأنهم فلسطينيون. نعم تمام، شكرا يا عاطف. أتحدث إلى أحمد حسن من بيت صحور. أحمد، هل أنت وأنت تتابع هذه الأزمة ممن يلومون بشكل رئيسي القوى الغربية والمؤسسات الدولية كالأمم المتحدة، أم لابد أو أنت ممن يلومون أيضا أطراف وقوى عربية كان لمواقفها أن تختلف على قدر ما يحدث في غزة؟ هي اللوم الدول العربية وبعدين غزة وبين السبع والنكب، مين سلموا؟ مصر سلمت لليهود، وبعدين مصر مسكر الحدود على مصر، يعني الحدود مسكرت على مصر خلقتها متعاونة مع إسرائيل. بعدين هيئة الأمم المتحدة، مين هيئة المتحدة؟ هي الصهيونية العالمية، أمريكا والصهيونية العالمية، عدم ما يعني ما في عندهم ضمير. طيب أنت تلوم الجميع، بس فيما يتعلق بمسألة تسليم مصر أراضي فلسطينية لإسرائيل، يعني قد يكون هناك من يتحفظ على الصيغة أنها سلمت، لكن أنت ترى أن الجميع ملام في هذه الأزمة. سلمتها طيب. بالخمسينات طيب. سلمتها. هذا ليس موضوعنا، أنا بس يعني أوضح يعني كي يكون هناك حق الرد للجميع. لكن يا أحمد، هل يمكن فقط لوم أطراف عربية ودولية؟ هناك من يلوم حتى القيادات الفلسطينية؟ كل الدول العربية بتأمر على الشعب الفلسطيني. طيب. كل الدول العربية بتأمر على الشعب الفلسطيني. بس خليني أسألك، طيب. الشعب الفلسطيني. هناك من يلوم؟ السعودية ومصر وكل الدول العربية بتأمر. الوحيد كانت العراق صدام أول مع فلسطين، صدام طامر عليه وشلوه وجابوا ثانيين. طيب. الدول كل الدول العربية بتأمر على الشعب الفلسطيني، والكتل اللي بضيف الأطفال حد سأل عنه، وسكرتها حيث المتحدة أجا على مصر زار غزة، أجا زار اليهود بس. طيب. لأن كلهم جماعة لا دين ولا ضمير ولا أخلاق. طيب. شكرا لك، شكرا يا أحمد. أحمد حسن من بيت صحور. أعود إلى ضيفي من بيروت الدكتور وفيق إبراهيم. دكتور وفيق، يعني مسألة توجيه اللوم أيضا لأطراف وقوى عربية، وفي مقابل إضافة طبعا للمجتمع الدولي، وفي مقابلها أصوات توجه اللوم لقيادات حماس وقيادات المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة، والقول أنها يعني مسؤولة بشكل ما عن سقوط مزيد من الضحايا لعدم تجاوبها مع محاولات وقف إطلاق النار. هذا يلقي بعلامات استفهام قوية حول اللعبة الإقليمية وتأثيرها هذه المرة على ما يحدث في غزة. ما تقييمك لهذه النقطة؟ أنا بداية أود أن أفرق بين الأنظمة والشعوب. المصريون لا يبيعون فلسطين على الإطلاق، ولا نقبل بمثل هذا الكلام. الذي يبيع فلسطين هي تلك الأنظمة العاجزة التي تشكل جزءا من السياسة الخارجية الأمريكية. يعني كل الدول العربية الحالية مرتبطة بمعاهدات مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ معاهدة كوينسي 1945 بين آل سعود والولايات المتحدة الأمريكية، والأمور ماشية على هذا المنوال، كلهم جزء من هذه السياسة الخارجية الأمريكية. أما الشعوب فلا علاقة لها بالموضوع. أرجو أن لا نسقط بفخ وما ينصب لنا قسامات إثنية وطائفية وعرقية. حتى لو تحدثنا عن الحكومات، هناك لوم كبير يوجه لمصر، لكن مصر هي الدولة التي طرحت مبادرة ببنود واضحة وصريحة لوقف إطلاق النار، وسرعت في صياغة هذه المبادرة يعني قبل فترة لاحتواء الأمر وعدم وصوله إلى العمليات البرية التي نشهدها الآن في القطاع. فلماذا يتم توجيه اللوم رغم هذا التحرك أيضا؟ لأن المبادرة المصرية الخاصة بالنظام المصري إنما هي مبادرة لا تسمح بتعويم الإخوان المسلمين. يعني بمعنى أن الإخوان المسلمين هم على عداء مع النظام المصري الحالي، وحماس مشتقة من الإخوان المسلمين. لذلك تريد مصر أو نظام السيسي يريد
إنهاء المعارك إلا ما من دون أن يسمح لحماس بأن تعتبر نفسها منتصرة أو يعتبرها العرب منتصرة، باعتبار أن يعني إيقاف المعارك وقف إطلاق نار لا يفيد حماس. الذي يفيد حماس هو أولا كما قالت فتح كل المعابر وفي طليعتها المعبر المصري وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين حتى تعطي حماس لمعركتها عنوان إيجابي على مصر أن تحقق هذين المطلبين. إلا أن مصر في محاولة لمنع الإخوان من العودة إلى الساحة السياسية في مصر وغير مصر أطلقت مبادرة، الحقيقة أن الذي أيدها هو إسرائيل بشكل أساسي والسلطة الفلسطينية محمود عباس، فقط الطرفان المصري ومحمود عباس يريد الحاق للهزيمة بحماس للانتهاء من دورها في الدفاع. محمود عباس على التلفزيون قال علنا انها حرب عباسية، في حين انه لا يعني لا يقول منذ بدء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية حتى اليوم خسر الفلسطينيون 25% من الضفة الغربية. نعم 25% يعني اين ستقام هذه الدولة التي يطالب بها محمود عباس؟ طيب خلينا يعني اسرائيل لم تعطي نعم لا خلينا نستمع لمزيد من المشاركين واعود اليك. احمد عيسى يتحدث من غزة. احمد يعني ما رايك، يعني هل فعلا ترى ان المجتمع الدولي دوره متواطئ رغم ما يبدو الان على الاقل ظاهريا من محاولات حثيثة لوقف اطلاق النار واحتواء الوضع في غزة؟ حقيقة وكوني أسكن في غزة وما أراه من دور المجتمع الدولي بأنه متآمر واضح جدا، أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو لضرب غزة مستغلا الوضع العربي المترهل، وحضور بانكومون إلى إسرائيل جاء ليقدم العزاء وكان واضح جدا وهو يقدم العزاء لأهالي الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في المعركة ولأهالي المستوطنين، وكان يتكلم وكأنه ينتج أبياتا من الشعر وهو يتكلم عن الألم وعن الحزن وصور المقاومة الفلسطينية في غزة كأنها جيش من أحد الجيوش الدولية كأنها روسيا، صورها صور الصواريخ التي تسقط على تل أبيب وكأنها إسكاد أو أكثر، وبدأ يعطي الضوء الأخضر. أنا من وجهة نظري هو حضر إلى إسرائيل لكي يرتب مع نتنياهو كيفية التعامل مع أهالي غزة بما يضمن له عدم تعرضه للمساءلة الدولية أو تعرض إسرائيل للمساءلة الدولية. ما يحدث في غزة يا أخي لا يحتاج، أكيد أنت شاهدته وشفته عبر شاشات التلفزيون، جيش قابله مقاتلين أعطوه درسا ولقنوه درسا، فبدأ يطلق بشكل عشوائي دون أي استثناء. الدليل على كلامي هو كمية الأطفال والنساء الذين استشهدوا ومن هم من لم نجد بقايا جثته. طيب. اليوم بس لحظة، اليوم المشهد الأخير الذي ذهب ليبحث عن أهله بين الركام في حي الشجاعية وأطلق عليه وسقط أمام الصحفيين الأجانب، وقام مرة أخرى ليحاول أن ينسحب من المكان أطلقت عليه رصاصة أخرى وأطلقت كمان رصاصة أخرى. أعتقد أنه بان كي مون بيشاهد الأمور هذه وهو على دراية تامة. المشاهد يا أحمد المشاهد عامة من القطاع مشاهد صعبة فعلا، لكن خليني أسأل عبد العزيز عشري من مصر حول وجهة نظره، ويعني إذا كان الطرف الفلسطيني يصر على شروط معينة لوقف إطلاق النار فيما تستمر إسرائيل في عملياتها العسكرية في غزة، كيف يمكن أن يكون الحل يا عبد العزيز، خاصة في ظل هذه النظرة السلبية للدور الدولي ودور الأمم المتحدة برأيك؟ والله أنا أرى أن تركيز السؤال على هذه الجزئية فقط دون النظر للقضية وأبعادها وتاريخها هيبقى مجتزئ. يعني أنا أرى أن أبدا لم يتأخر المجتمع الدولي عن إنما كان المجتمع الدولي أو عصبة الأمم أو أيا كان مسماه كان موقفه واضح منذ الأربعينيات حتى الآن، ولكن القضية ماذا عن المجتمع العربي؟ حتى كلمة المجتمع الدولي هذه ابتدعتها أمريكا، لعلك تذكر حينما قالت كونداليزا رايز إن ليس هناك أمم متحدة، هناك مجتمع دولي تقوده أمريكا. المجتمع العربي في الأربعينيات صدر الصراع وتخلى عن الصراع بعد ذلك، يعني هو خاض معارك وانهزم فيها ثم ترك الفلسطينيون وحدهم، ثم نتحدث الآن عن المجتمع الدولي. لماذا نعول على المجتمع الدولي؟
أين المجتمع العربي الذي رفض قرار التقسيم وخاض معه؟ تمام، شكرا يا عبد العزيز. شكرا عبد العزيز عشري من مصر. أنت أيضا تنظر نظرة سلبية للموقف العربي قبل الموقف الغربي. لكن أعود للدكتور وفيق إبراهيم. طيب دكتور وفيق، والوضع كذلك وفي ظل الرفض يعني الفصائل الفلسطينية في القطاع للشروط التي تعرضها مصر وقوى أخرى لوقف إطلاق النار، كيف يمكن أن يكون المخرج، خاصة إذا كنا نتحدث عن صمود غزة لكن أيضا غزة تدفع ثمنا فادحا؟ نعم، الفيتناميون دفعوا ثمنا فادحا، الروس دفعوا ثمنا فادحا في الحرب العالمية الثانية، سقط عشرات ملايين القتلى من الروس وانتصروا. نعم. وسقط أيضا يعني مئات الآلاف من الفيتناميين بوجه الاحتلال الأمريكي وانتصروا. اليوم تتكرر التجربة في غزة، غزة هذا القطاع الصغير. لذلك أعتقد أنا أن الاتجاه يذهب نحو تحسين المبادرة المصرية بشكل تلبي فيه بعض مطالب حماس. تمام. هذا هو الاتجاه المنطقي للأمور. تمام. وأعتقد أن هذا الأمر قد يحدث في اليومين المقبلين، إلا أن المعركة على المستوى العسكري تأكد أنها لم يعد لها أفق، أصبحت معركة تحطيم وتدمير وقتل فقط. واضح. من دون أي نتائج سياسية، لأن حماس أثبتت مع التنظيمات الأخرى. شكرا. أنها قوة أساسية في الداخل الفلسطيني. شكرا جزيلا لك دكتور وفيق إبراهيم. شكرا. أستاذ شؤون الشرق الأوسط بالجامعة اللبنانية. أعود الآن سريعا إلى زميلي أحمد عبد الرازق للتعرف على آخر ما وصلنا من مشاركة أحمد. أحمد محمد، ضمن آخر المشاركات التي وصلت إلينا أقرأ ما كتبه هنا الشحات شتى، وهو يقول: العالم يتحرك لإنقاذ إسرائيل، هكذا يقول. أبو سعد يقول هنا أيضا: عندما يرى المجتمع الدولي الحكام العرب ساكتين سكوت الأموات تجاه معاناة الفلسطينيين في غزة من ذبح وتدمير، فهو بالطبع لا يعير الأمر أي أهمية. جاسم العثمان يقول أيضا هنا: أريد من يفسر لي كيف يتبنى مجلس الأمن قرارا بالإجماع بإجرار تحقيق دولي نزيه في حادث إسقاط الطائرة الماليزية، بينما يكتفي بالدعوة وبكل لطف لضبط النفس في غزة. حوارنا ما زال دائرا ومفتوحا. محمد، شكرا جزيلا لك أحمد على متابعتك الدقيقة لحوارنا على صفحاتنا الإلكترونية. بذلك نصل إلى نهاية حلقة اليوم، لكن الحوار لازال متواصلا على موقع بي بي سي. إلى اللقاء.